منرجع منكفي برنامج الجسر وحلقة جديدة منطلع عليكم فيها أكيد نهار ومساء الجمعة على شاشة ART أمريكا. الحلقة على طول ما بتخلق أو ما بتكون حلقة الجسر إذا ما كان معنا بستوديو ضيف وهو من الأطباء العرب الأمريكيين اللامعين دكتور سامي موسى. مساء الخير. مساء الخير. بشكرك على وجودك معنا. حضرتك جاي من بنسلفانيا. أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بكل مشاهدينا ببنسلفانيا. دكتور سامي موسى حضرتك برايمري دكتور وانترنال ميديسن دكتور ورح نحكي نحن وياك عن اشياء طبعا اكيد بتهم المشاهدين خاصه بهالفتره يلي هي فتره الفلو والامراض والى ما هنالك. بداية يبدو أنه عم بسمع كتير في تساؤل عن موضوع الفلو شوت يلي أصبح العالم أقل وأكثر وأكثر بيعتبروها أنه بس هي دعاية أو بس يعني بروباغاندا وماركتينج من هالبيج كومبانيز وبيج فارماسيز أكثر ما هي عن جد وقاية. شو رأيك بموضوع الفلو شوت؟ لا هي أكيد وقاية بس مو لكل العالم طبعا. ثانياً الوقاية فيها مو مضمونة 100% لأنه لما بنصنع يتم تصنيع الفلو شات بنتوقع شو راح يجي بالسيزن وأحيانا بتكون مطابقة 100% بيكون الفعالية تامة أحيانا ما بتكون فمو دائما فعالة. ومثل ما قلنا مو دائما مو لكل الناس الفلو شات تنعطى. غالبا نعطيها للي عمره فوق 65 سنة وللأطفال أو إذا في عالم معهم أمراض معينة تتطلب إنه يا مثلا مدخن مثلا سكري مريض سكري مثلا مريض عنده ربو. هدول الاستثناءات اللي عم بقولهم بين الأطفال بين سن الطفولة وسن 65 يعني بالطفولة لازم ينعطى والفوق 65 لازم ينعطى بس الأصحاء يلي هن بهالفئة اللي ذكرتها اللي ما لازم بالعمر اللي ما لازم أو ما بتنصح أنه ياخدوا الفلو شوت إذا أصيبوا بالفلو ما بيعدوا كمان الآخرين في حال كمان الآخرين كان عندهم طبعاً الفلو؟ طبعا ممكن يعدوا بس لأنه أصحاء إذا الجسم تعرض للفيروس وصار معه فلو شوت أمين الفلو ديزيز كلها يومين ثلاثة المفروض يرتاح ويبعد عن الناس وما يعمل كونتاكت مع الناس فما بيأثر على الناس الآخرين وخاصة الناس اللي عندهم إصابات أمين أمراض وجسمه ما بيتحمل العدوى. فأنا ما بنصحها كتير للناس السليمين اللي ما عندهم أمراض تستدعي أنهم يأخذوا الفلو شوت. أوكي. هيدي يعني طبعا نحن يعني نصيحتك دكتور كتير مهمة لنا لأنه طبعا نحن محاطين بجو من الماركتينج يعني طبعاً. الماركتينج الطبي يلي هو أكثر ما هو صحي. نرجع اليوم لموضوع كمان بذات الأهمية وهو موضوع الأدوية. أوكي. منبلش من الفلو مثلا ناخد الفلو إذا أصيب فيه لعلاج الفلو بيعطوك عدة أدوية واليوم هلا عندك الدواء الأصلي والدواء الجينيريك. هل هناك فرق ما بينهم؟ المفروض ما في فرق أبدا. المفروض الفروق الأساسية إنه الشركة الأساسية الصانعة للدواء البراند نيم مع إلى السيطرة على السوق لفترة معينة فقدت السيطرة فأي شركة تانية دوائية ممكن تصنعه بس لازم يدخل في أمريكا بالمواصفات FDA اللي حاططها FDA فما دام دخل على السوق بمواصفات FDA فالمفروض يكون فعال نفس الفعالية كجنريك مساوي للبراند نيم و سيف نفس السيفتي. طيب نسمع دكتور انه لمعالجه الفلو بالتحديد الدواء يعني حضرتك قلت لنا هلا من لحظات انه لازم الواحد يبقى 3 ايام ويبعد عن غيره ويرتاح او يقعد بالبيت لانه بيكون في عنده عدوى ولكن الدواء بينعطى وهو فيروس يعني منه بكتيريال الدواء لازم ينعطى باول يومين مزبوط؟ الفيروس بشكل عام ما له علاج نوعي. في نوع من أنواع الإنفلونزا نعطي فيه دواء واحد هو موجود FDA approved هو تامي فلو بس بقية الأنواع وفي منه أكثر من 200 نوع فيروس موجود بيسبب فلو ما لهم علاج نوعي العلاج هو عرضي
لأنه الجسم بشكل عام الفيروس بيقضي عليه، بس بده راحة بده سوائل ويبعد عن الناس مشان ما ينقل العدوى وما تنتشر. يعني مش بالضرورة يكون هالفيروس اللي موجود بالجسم هو الفيروس يلي بيقضي عليه الدواء مثلا تاميفلو. لا طبعا لتعطي تاميفلو لازم تعملي الدراسة المضبوطة وتعرفي انه هذا الانفلونزا بي سبيشالي يعني بتساعدها بتعطي التاميفلو. اما اذا اي نوع تاني وهذا ما بنعمله بصراحة نحن بالبراكتس. اول اي واحد بيصير عنده اعراض فلو اول 5 ايام ما بنقرب على الانتيبياتيك، حرام. لانه عم تروحيها عم بتهلكي جسم الانسان، عم تهلكي جيبته للانسان كمان بدون اي فائده. الراحه والسوائل والمعالجه العرضيه، مثلا عنده احتقان نعطيه مضادات احتقان سليمه طبعا، عنده حراره نعطيه تايلينول او ادفيل كل وبس يومين ثالث لازم يكون راجع. هيدي كتير مهم اللي عم تقوله دكتور، لأنه العديد من المشاهدين ويعني عنا تندنسي إن ناخد كتير أدوية خاصة انتبياتك وكلهم بيجيبوا معهم ياها من أوفرسيز أصلا. صح وبيكون معه الظرف في 10 كبسولات بياخد كبسولتين ثلاثة وطاب، لأنه مو هو الدواء هو يطاب لحاله، لأنه هذا الانتبياتك راح حرام يعني أهدرناه بدون فائدة. طبعاً. طيب اليوم ذكرت هلأ نقطة كتير مهمة بحب أطرحها عليك، إذا الواحد أخذ بس حبتين أو ثلاثة هل مزبوط بيقول لك مثلا الأنتيبيوتيك لازم يتخذ 10 حبوب أو لا؟ لازم يأخذ الكورس كامل. إذا فعلا هو bacterial infection you give the right antibiotic for the right disease infection and the course should be completed at least 7 days antibiotic. It depends on the antibiotic. Most of it should take 7 days. Some is عندك نمونيا مثلا أو severe bronchitis. It should last 14 days. دكتور اليوم يعني حضرتك طبيب، السؤال لك يعني من 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 منطلق أو من من روح الحلقة يلي عم نحكي عنها من بدايتها يلي هي الأهل وتأثيرهم على خيارات أولادهم المهنية. هل الوالد أو الوالدة هنا طلبوا منك أنك تكون طبيب؟ نو ما بتذكر هذا الأسلوب. نو ما صار، بس أنا من صف الأول مثلا كان دائما الأول متفوق بالمدرسة. حضرتك من سوريا الحبيبة؟ من وين؟ من سوريا؟ من ضيعة اسمها الأحواش، بس أنا ربيان بالشام دمشق. أوكي. So, والعادي إنه بتاخدي البكالوريا وبتجيبي علامات عالية بتنقي أحسن شيء موجود بالجامعة. إيه بس أنا بحبها يعني إنه أعمل طبيب، وهلا إذا بدي أرجع مرة تانية بعمل طبيب. ترجع تعمل طبيب. Yeah, أنا بحب البروفيشن. وحتى لما أجيت أتخصص أنا ما قدمت غير على internal medicine. I love it. أنا بس بدي internal medicine وهذا اللي عملته، وعملت board certified in internal medicine. I practice it. I love it. You love it. أكيد. I will do it again if you will do it again if you have to. طيب دكتور يعني عطيتنا كتير هيك تبس مهمة، كونك طبعا عربي أمريكي بتعرف المنتاليتي، مثل نحن مثلا بنروح على بلدنا بنجيب الأنتيبيوتيك معنا لأنه هون الأنتيبيوتيك ما بده prescription. بس ياريت بتعطينا كمان تبس بتشوفها أكتر بالبراكتس عندك يقترفوها مثلا، أخطاء شائعة يقترفوها العرب الأمريكيين فيما يتعلق بالحفاظ على صحتهم؟ أكتر شيء هي الإهمال بصراحة. الإهمال بصحتهم، ما بيروحوا على الفحوص الدورية، بيفكروا أنه بس الواحد يصير معه عرض والعرض ما تحسن ساعتها لازم يطلب طبيب. هو غلط، لأنه ممكن يكون تأخر على المعالجة. الفحوص الدورية والكشف المبكر للأمراض ما ضروري بس السرطان. صح. في كشوف مبكرة للضغط، للسكري، للكوليسترول، لتضيق الشرايين. أكيد. هاي كلها إذا تعالجت من الأول مو بس إنه بتحافظ على الحياة مزبوط، وعلى المريض ما يصير معه اختلاطات، كمان بتأخر البروجريشن تطور المرض أو تقدم المرض أو ما بيصير أسوأ يعني. فهي مهمة جدا الفحوص الدورية، ما يسمعوا للجيران أكثر ما يسمعوا للدكاترة.
بحبوا يسمعوا لأي واحد بيقول له نصيحة أكثر ما يسمعوا للدكتور. بتصدقي بيجيبوا معهم الأدوية من سوريا، وخاصة في أدوية بتصنع بضيعتنا، بتعرفي في مصنع أدوية بضيعتنا طبعا أكيد. سوريا من أهم من أهم الدول اللي بتصنع الأدوية. إيه بس مثلا صار معه فلو بياخد أنتيبياتيك، ما منه مزبوط. مو كل دواء ضغط مناسب لكل إنسان، ولا كل دواء كوليسترول مناسب لكل إنسان. هاي كتير شغلات مهمة. بس الفحوص الدورية مهمة جدا، تحاليل، يسمعوا نصيحة الدكتور ويطبقوها أكثر ما يطبقوا نصيحة الجار والقرايب. نعم. دكتور خاني، خد احنا وياك اتصال من بنسلفانيا، من ضيعتك من بنسلفانيا. معنا جون عم يتصل فينا. مساء الخير جون. هلو، مرحبا. هلو، مرحبا. اهلين. اهلا، تفضل جون. دكتور سامي، معك جون اسكندر من الينتون بنسلفانيا. اهلين. سؤالي لك، اذا الانسان عم يتعامل مع الاطفال بالمدارس، الفلو شوت ضروري ياخده او لا؟ سؤال كثير مهم جون. شكرا على اتصالك. ما دام عم يتعامل مع الاطفال، اي انسان بيتعامل مع الاطفال او بالحقل الطبي او بيتعامل مع ناس بشكل يومي لازم ياخذ الفلو شوت برايي. اكيد يعني لانه ليش؟ لانه الاطفال هن بيجيبوا الجيرم يعني، ولا الاختلاط هن كثير مع بعضهم، وطرق هن ما بيقدروا يحافظوا على طرق الوقايه اللي نحن بنعملها. اوكي، ممكن يعطس بوش رفيقه مثلا، ممكن يمسح العطسه بايده، يعني في كثير شغلات. ما بيغسل ايده، يعني في كثير وقايه نحن بنعملها الاطفال ما بيقدروا، فهن ممكن يساعدوا على نشر الفيروس اكثر بكثير. ممكن اذا انتشر بصف، ممكن ثاني يوم او ثالث يوم تلاقي الصف كله صار معه الفلو. صح مثل النيرسينج هوم بصراحه. مرضى النيرسينج هوم ومرضى الاسيستنج ليفينج، هدول مهمين جدا، هدول الختيارية حرام اللي قاعدين بالنرسينج هوم. اذا وصل على واحد منهم بينتشر على البقيه. طيب سؤال اخير دكتور، عم نحكي عن الفيروسز وعم نحكي عن الفلو. زيكا فيروس اليوم اكيد يعني تم ضبطه بشكل كتير واسع عما قبل، ولكن ما هي هلا اخر انباء زيكا فيروس في العالم؟ زيكا فيروس مثله مثل اي الفيروس الثاني اللي بتطلع، وخاصه بفصول معينه، وبتصيب الانسان، ومعظم الأحيان هي self limiting، يعني بتطيب لحالة، خاصة إذا الإنسان عنده مناعة كافية بجسمه. نعم. بس مشكلته زيكا فيروس إذا صاب امرأة حامل ممكن يا حرام يأثر على البيبي ويأثر على الجملة العصبية، يعمل له ضمور بالدماغ تبعه، فهي مشكلته الوحيدة. بس محصور هو مناطق معينة، خاصة بأمريكا الجنوبية والكاريبيان. بأمريكا الشمالية حالات نادرة جدا، وإذا أي إنسان صاب فيه مثله مثل أي فيروس تاني رح يقضي عليه، رح يعمل له شوية فلو لايك سيمتومز، يعني عوارض رشح خفيفة وبيقضي عليه. طبعا يعني طبعا. خلينا ناخد اتصال كمان من بنسلفانيا دكتور. معنا جورج. مساء الخير جورج. أيوة، تفضل جورج. في عندي سؤال الدكتور سامي على أمراض على الأدوية تبعت المفاصل، إيش الفرق بين الأدوية تبعت المفاصل اللي بيعوها over the counter؟ يعني في عنا أليف وعنا ايبوبروفين. دكتوري مرة بقول لي خد أليف، مرة بقول لي خد ايبوبروفين. بدي أسأل الدكتور سامي إيش بنصحنا ناخذ أحسن شيء لالتهاب مفاصل؟ أوكي جورج، سلامتك. الأدوية اللي موجودة على over the counter. أوكي تمام، تفضل. بشكل عام اي دواء بينحط على الشلف الاف دي اي بتوافق عليه بمواصفات معينه، انه ما بياثر على سلامه الانسان اذا اخذه لحاله. نعم. فمثلا عيار الايبوبروفين الموجود بالسوق ما بيتجاوز 200 ملغ، بس اذا بدك تاخذيه اكثر ممكن تعملي دبل على. فلما انا بعالج وبدي اكتب روشيتا لروماتيزم، ما بكتب بس 200 ملغ مثلا ايبوبروفين، او لا اليف
250 ميلي جرام، هذا not enough، ما هو كافي. فالموجود على الشلف هو بس لمعالجات عرضية، واحد صار معه وجع خفيف، صار معه شوية حرارة، بيأخذها لفترة معينة، مرتاح المفروض يستشير الطبيب. نعم، نحن بنستعمل نفس هدول الأدوية اللي عم نحكي عليها أليف، بس ما بعطي 250، بعطي على قليلي 500 ميلي جرام مرتين باليوم. إيبوبروفين اللي هو مثل أدفيل هو بس 200 ميلي جرام على الشهر، أنا ممكن أوصف 800 ميلي جرام twice or three times a day، لأنه بس أنا ماني بس عم بعالج الأعراض، أنا I have to control the inflammation، لأنه الأرثريتس it has inflammation in the joint or around the joint. يعني حتى كمان الأوفر ذا كاونتر الطبيب المتمرس والجيد لازم كمان يعطي المريض البريسكريبشن الدقيقة كيف لازم ياخذها لهذا الدواء. إذا جاني حالة بسيطة والله رد خفيف على مفصل أو التهاب مفصل خفيف، قلت له ياخذ أليف لمدة 7 أيام أو 10 أيام is okay، بس إذا في شيء أكثر ساعتها هذا ما هو إناف، ما هو كافي، لازم أعطيه عيار المضبوط بالروشتة المضبوط. نعم دكتور سامي موسى، بشكرك جدا على وجودك معنا، تحية محملك إياها لكل مشاهدينا ببنسلفانيا. شكرا لك. نحن مشاهدينا بريك إعلاني ومنرجع من كفي حلقتنا.